أنا بصراحة بشخر ما بستحي بهالعادي. لأروع القصص اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب. أنت كيف اكتشفت؟ ما أنت نايمة كيف اكتشفت أنك بتشخري؟ أنا ونايمة بسمع الشخير. تسمع شخيري؟ لأنه نومي مش مستمر أو نوم عميق، نومي متقطع يعني، بسمع الشخير. إذا بدك توصفي لي الصوت كيف توصفي لي إياه؟ صوت مزعج بسبب إزعاج، مثل يمكن صوت الرعد، صوت سيارة مزعجي. تسمع صوت طيب مزعج. طيب انت نايمه نحن بنعمل بروفا عنك. يا ريت. ايضا يعني تغريد بدي احييك على جرأتك، مثل ما قلت لك يعني موضوع بيعاني منه قسم كثير كبير من الناس. مش عيب انه الانسان يشخر. انت عم تقولي انت بتسمعي اوقات هيدا الصوت انت ونايمه، بس فقط انت بتسمعي وايضا في ناس اللي بالبيت معك مثلا اهلك إذا نايمة عن أصدقائك أيضاً بيسمعوا هالصوت؟ إذا كنت نايمة عند أصدقائي كمان بيسمعوا الشخير، وبعد الشخير بيسببوا لي إحراج لأنه هيدا الصوت بيسبب لهم إنهم مثل توتر بالأعصاب، فبلاقي أنا إحراج تاني يوم وحتى خوف وانتقاد من قبل أشخاص بكون أنا إنه حوالي. ما كان عندك مشكلة الكاميرا تخترق أدق خصوصيات الإنسان هو بأوضة النوم هو نايم؟ لا. عن مسؤوليتك الشخصية؟ عن مسؤوليتي الشخصية بالخط العريض. أنا طلبت هيك بالخط العريض. مثل ما الأرجح قالوا لك إنك بتفيق الحي يمكن بالشخير، ولكن نحن هذا بيعنينا طبعاً، بس اللي بيعنينا أكثر إنه الشخير بالليل بيقدر يعكس مشكل أكبر منه اللي هو تقطع النفس خلال النوم بسموه sleep apnea. شي مرة حدا قال لك إنه كنت نايمة وعم بيراقبك ونقز لأنك مثل وقفتي كم ثانية هيك وبعدين شهقتي أو شيء؟ بصير عندي استيقاظ يعني مفاجئ. بتقومي بالمفاجأة؟ فجأة يعني مثل نقزي. هاي بتصير معي أكثر من مرة. صوت الشخير بيجي من قفص اللاعيم لأنه فاتحين تمنا، وبالتالي إذا نمينا على ظهرنا هيدا المشكل بيزيد كمان. أي متى بلش النوم؟ قديش غمق النوم؟ أي مراحل النوم عم توصل لهم؟ لأنه هدول بيحددوا لي إذا نوعية نومها صحيحة وجيدة وصحية ولا لا. على أساسه كمان نحن بنفحص قديش عم تقطش نفس بالليل، وقطع النفس بالليل بيجي معه عدة قصص إلن علاقة بنبض قلبه اللي ممكن عم نخططه، والأكسجين اللي ممكن عم نقيسه كل الوقت. بينعطى بعدين تقرير كامل على نوعية نومها لتغريده.